بعدين بشكل سريع شرح أثناء الهذب. لاحظ أولا ارتخاء الرجول أثناء الهذب بدون سرج، يعني عدم الاعتماد على الرجول للثبات فوق ظهر الحصان، نقطة تكلمنا عنها كثير طبعا. النوع الشيء الثاني، لاحظ نزول اليد وانخفاض اليد وعدم رفعها الزايد، يعني عدم المبالغة في رفع اليد بهدف الثبات فوق ظهر الحصان مع أنك ركب بدون سرج. النقطة الثالثة، لاحظ الرقبة كيف وضعها مثالي أو جيد مع ما في صدارة تجبر الحصان على التقويس أو تجبره على وضع رقبته بالشكل هذا. النقطة الأخيرة هي ثبات الجسم أثناء هذب الحصان، ما في اضطراب أنك ترجع ورا زيادة ثم تقدم قدام زيادة ثم تروح يمين ثم تروح يسار، الجسم ثابت لأن جسم الحصان ثابت، وجسم الحصان ثابت لأن سرعته ثابتة، ما في خلينا نقول عشوائية في السرعة، يزيد ثم يخفف ثم يخفف ثم يغير اتجاهه، لا، تلاحظ ثبات في السرعة، عدم زيادة، عدم إبطاء أو تبطيء أو تخفيف سرعة، عدم تغيير اتجاه، وثبات سرعة الحصان سبب ثبات جسم الحصان مما يؤدي إلى ثباتك فوق ظهره. في نفس الحالة دي لو كان مركوب خطأ حوسه فوق والسبب سوء الركوب.